السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طلبة جميع أسعد وأستاذة، تحية طلبة جميع متتبعي قناة مط رشيد. في هذا الفيديو سنتعرف على التقرير الأول تقرير اليوم الأول من التكوين حول يعني لابروش مقاربة التدريس حسب المستوى المناسب. إذا طاغل هناك مجموعة من الأنشطة، يعني هنا بالتفصيل. النشاط الأول هو نشاط كسر الجليد أو نشاط تذويب الجليد، إذن هو القيام بنشاط حركي، مجموعة من الحركات. ثم هناك يعني لحظة أو فترة خاصة بالتعارف بين الأساتذة والمشاركين في الدورة التكوينية وشعورهم حول هذه الدورة. ثم ثانيا توزيع الى مجموعات، يعني توزيع المشاركين الى مجموعات عشوائيه عبر اختيار ارقام، يعني ما تكونش يعني اختيار عشوائي. ثم ثالثا بناء ميثاق عمل الورشات، ميثاق عمل يعني تخطيط لطريقه يعني مرور الفتره الصباحيه مثلا، لان دائما التكوين كيكون من الساعه 9 الى الساعه ثالثة، يعني في الساعة الثانية بعد الزوال كتبدأ التناول ديال وجبة الغداء. إذن هنا تم وضع ميثاق عمل للورشات كاحترام مواعيد الحضور وحسن الإنصات وضرورة المشاركة، مشاركة فعالة والتعاون وترك الهاتف يعني جانبا في وضع صامت، والحفاظ على العدة أو الحفاظ على العدة المستخدمة. من مبادئ الورشات هو النمذجة والمحاكاة، يعني نعطيو نماذج أو نموذج والمحاكاة. بناء الأساتذة لملف تراكمي، يعني أنهم يحضروا واحد الملف اللي هو ملف تراكمي، يعني يجمع جميع الوثائق الخاصة بالتكوين. ثم روائز سريعة لتعرف مدى تمكن الأساتذة من المحاور والحصول على شهادة تصديق على الجانب النظري. عفوا وصلنا للرقم 4. رقم 5 تقديم برنامج اليوم الأول، والذي تعرفنا عليه على المحاور التي سنتناولها خلال هذا اليوم. المحور الأول هو التعريف بمقاربة التدريس وفق المستوى المناسب في سياق اعتماد مقاربة تعاغل التي جاءت يعني من خلال طريقة خريطة الطريق يعني 2022-2026. ثم الإطار الإجرائي لتفعيل خريطة الطريق، ثم المذكرة الإطار لتفعيل العمل بمشروع مؤسسة الرياضة 2022-2023، ثم روزمانة المشاريع المدرسة والمدرسة الرائدة، عفوا يعني روزمانة مشاريع المدرسة الرائدة، ومقاربة الطار العلاجية لتدارك التعثرات المسجلة ودعم التعلمات الأساس، ومقاربة التخصص التي هي اختيارية يعني في تدريس كل مادة، والممارسات الصفية الناجعة. إذن هنا المشاريع المدرسة الرائدة، يعني هناك مقاربة علاجية التي جاءت بها هذه المقاربة لتدارك التعثرات المسجلة ودعم التعلمات الأساس. ثم يعني الانتقال إلى علامة الجودة أو الشارة التي سيتم الحصول عليها من خلال يعني مجموعة من شبكات التقويم، شبكات وخطة المعالجة للفئات المتعثرة. إذن محطات أجرأت التدريس وفق المستوى المناسب، هناك التكوين من 5 يونيو إلى 13 منه،
هنا الشهر ماي يعني انطلاق التكوين في هذه الأيام من 23 يعني لمدة أسبوع، ثم يتم يعني الشطر الثاني من التكوين يعني بعد أو في نهاية شهر يونيو. إذن حسب كل مديرية وحسب كل يعني مديرية إقليمية يعني يتم إصدار برنامج خاص بهذه التكوينات، ثم تطبيق ثلاث شهر شتنبر والإشهاد على التكوين للأسبوع الثاني من أكتوبر، ثم التعريف بمنظمة برادام. هذه برادام هي منظمة هندية تأسست سنة 1995، بمعنى أنها تعتني أو تعني بتربية الأطفال في الضواحي الهامشية لبومباي وتوسعت إلى باقي أنحاء البلاد، فطورت يعني تدخلاتها لفائدة الأطفال من أجل إكسابهم المهارات الأساس في القراءة والحساب، ثم التجريب خارج الهند والتطوير إلى سوق الشغل عبر تطوير الكفاءات المهنية، ثم مبادئ مقاربة طار. إذن هنا سنتعرف على مبادئ مقاربة طار. إذن هناك تقديم رائز فردي بسيط وموجه ومخصص للمستويات الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لتشكيل مجموعات حسب الأداء. إذا المستوى الأول غير معني بهذا الرائز الفردي، ثم أنشطة متنوعة موافقة لمستوى أداء كل مجموعة، ثم يتاح للمتعلم التعلم بشكل فردي وبشكل جماعي يعني مع الأصدقاء والأقران، روائز متكافئة قصد تتبع أداء الأطفال وإعادة تشكيل مجموعات جديدة محينة. إذن أسس المقاربة، أسس المقاربة هي الإنصات الجيد والترديد والقراءة والكتابة والتحدث والملاحظة، ثم توليف الأنشطة لتحفيزهم على الانخراط، التعلم عبر اللعب، البساطة والفعالية بأقل تكلفة. وهناك مدخل إلى مقاربة طار في اللغات. مبادئ مقاربة طار في اللغات والتركيز على تعلم القراءة ومساعدة المتعثرين على تملك مهارة القراءة، الانطلاق من قناعة مفادها أن كل تلميذ له قدرة على التعلم، واعتماد الطريقة المزجية بين المقطعية والكلية، الطريقة المقطعية والقراءة المقطعية والكلية. ثم أنشطة طار في اللغات والتحدث العفوي، التحدث العفوي بمعنى قراءة النصوص والصور، الوعي الصوتي والمبدأ الألف باي، بناء المفردات والجمل، موجهات حول مقاربة طار في مادة الرياضيات، وتحديد مستويات الأداء والانتقال من الملموس إلى المجرد ومن السهل إلى الصعب، وأنشطة تفاعلية ومشتقة من الحياة اليومية للتلميذ، ثم توجه الأنشطة لجماعة الفصل ثم للصغرى بمعنى جماعة صغيرة ثم للفرد. إذن دائما العمل بالمجموعات. إذن المحور الثاني هو رائز آزر، تقوم بتمرير الروائز قصد تحديد مستوى الأداء الحقيقي لكل متعلم ومعرفة حاجيات المتعثرين، نقوم ب يعني تفيئهم عبر برنامج مسار، يعني مسار هو اللي كيقوم بالتفيئ، ثم نمرر أخرى يعني روائز أخرى ولتتبع التقدم نحو أهداف المسار المحدد. خصائص روائز تارل هو تمرر شفاهيا إلا مادة الرياضيات، فتمرر كتابيا إذن في القراءة وفي التعبير إلى غير ذلك، كنمر الروائز شفاهيا إلا مادة الرياضيات، تمر كذلك فرديا في قاعة فارغة وتكون بسيطة وتشمل المواد الثلاث الأساس، وتمر في الجلسة واحدة، تمر مدة قصيرة يعني تقريبا 7 دقائق لكل تلميذ. نمذجة تمرير رائز اللغة العربية، لأن هنا كنمر كل رائز كيدوز تلميذ، يعني كتاخد التلميذ لواحد القاعة بوحده وكتطرح لي أسئلة وكيجاوب. هناك أسئلة اللي غادي تطرح لي شفوية، وكان أسئلة اللي كتشرح لي يعني في الورقة وكيجاوب لك في الورقة.
نمذجة التمرين أو التمرين رائج اللغة العربية المستوى الثاني. نبدأ معه من الكلمات، وكل كلمة بها خطأ تعتبر خاطئة. الكلمات والحروف يكفي قراءة 6 من أصل 8، إذن قرأنا 8 6 من أصل 8 فالجواب صحيح. من المستوى الثالث إلى المستوى السادس نبدأ معه من الفقرة، فإن تجاوزها نمر معه إلى مستوى القصة. فمستواه هو القصة، وإلا فمستواه هو الفقرة فقط. إذن إما أن لم يتجاوز الفقرة نرجع معه إلى الكلمات، فإن تجاوز مستواه يعني الكلمة نرجع به إلى الحروف. الفهم ينبغي الإجابة على السؤالين معا بجملة تامة مفيدة، يعني يخصو يجاوب لنا بجملة مفيدة. الحرف يعتبر صحيحا إن قرأه بأي صيغة، والفقرة والقصة ينبغي أن لا يتجاوز 3 أخطاء متباينة، وإن تكرر الخطأ نفسه لا يحتسب إلا مرة واحدة ولا يعتبر الوقوف على متحرك خطأ. ثم نمذجة تمرير رائز مادة الرياضيات. يبدأ الرائز من المدخل المحدد، يتقدم المتعلم إلى السؤال الموالي في حال النجاح، أو يعود إلى السؤال الأدنى إذا لم يتوفق. رائز المستوى الثاني، مدخل الرائز قراءة الأعداد من رقمين، قراءة 8 أعداد من رقمين على الأقل، أي 6 على 8 بطريقة سليمة، يعني قراءة 6 أعداد من 8 بطريقة سليمة. إذا نجح المتعلم في أعلى مستوى من الرائز، أي الجمع، يوجه إلى المسألتين. إذا نجح في حلهما معا يتم موضعته، يعني الجمع زائد مسألة. إذا لم ينجح في حلهما معا يسجل في مستوى الجمع. إذا رائز الرياضيات للمستوى الثالث، مدخل الرائز هو الجمع بالاحتفاظ، إنجاز عملية جمع موضوعة لعددين من رقمين بالاحتفاظ. يعني كنعطيو عملية الجمع، عملية الجمع بالاحتفاظ. وإذا نجح المتعلم في أعلى مستوى من الرائز، أي الضرب يوجه إلى المسألتين، هناك عملية ثم هناك مسألة، هما معا يتم موضعته الضرب زائد مسألة. إذا لم ينجح في حلهما مما يجعل في مستوى الضرب، يعني كيبقى في المستوى ديال الضرب. رائز الرياضية المستوى الرابع، مدخل الرائز هو الطرح بالاحتفاظ، يعني المدخل ديالو نلقاو فيه الطرح بالاحتفاظ، إنجاز عملية طرح لعددين من رقمين بالاحتفاظ. إذا نجح المتعلم في أعلى مستوى من رائز، أي القسمة، يوجه إلى المسألتين. إذا نجح في حلهما معا يتم موضعته القسمة زائد مسألة، إذا لم ينجح في حلهما معا يسجل في مستوى القسمة، يعني إلى حلينا القسمة وحلينا المسألة مزيان، إلا ما حلهمش كنرجعوا للمستوى ديالو باش يبقى في مستوى القسمة. رائز الرياضيات للمستوى الخامس والسادس، مدخل الرائز هو الطرح بالاحتفاظ، إنجاز عملية طرح لعددين من رقمين بالاحتفاظ. إذا نجح المتعلم في أعلى مستوى من الرائز، أي القسمة، يوجه إلى المسألتين. إذا نجح في حلهما معا يتم موضعته القسمة زائد مسألة، إذا لم ينجح في حلهما معا يسجل في مستوى القسمة. أتمنى التوفيق للجميع، أعتقد أن الجميع أن التقرير واضح جدا، وشكرا على تتبعكم.